احتفلت كنيسة سانت فاطمة للكلدان الكاثوليك في مصر الجديدة بالعام الميلادي الجديد وسط أجواء من الفرحة والسعادة. وشهدت الكنيسة إقامة قداس عيد الميلاد المجيد والذي ترأسه الأب بول الساتي المدير البطرقي للإباشية القاهرة للكلدان الكاثوليك. طبعا بالمناسبة دي كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وشعبنا هنا في مصر وكل شعوب العالم بالخير والمحبة والسلام. أكيد أزمة إخوتنا في فلسطين، أزمة إخوتنا أخواتنا في غزة بمختلف أديانهم بمختلف قوميتهم أثرت فينا جامد، أثرت في احتفالنا بالأعياد. كونك تشوف شخص هو في عوز، يعني إحنا بنحتفل بميلاد المسيح، بنعمل له مغارة، بتكون الاحتفالات جميلة، بينما الشعب هناك البلد اللي شهد ميلاد المسيح عوائل ما عندهاش حتى مأوى، ما عندهاش سقف يغطي بيوتها. الكورال كله طبعا كان بيرتل وللسنة الجديدة، وبنتمنى للشعب المصري بجميع طوائفه كل الطوائف الخير والسلام، بنتمنى الصحة للجميع، بنتمنى يعم السلام في مصر ويعم السلام في العالم كله، طبعا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتمنى لشعب فلسطين والتدعيم احنا بندعمه يعم السلام في أرض فلسطين ويعم السلام في العالم كله. إن شاء الله تكون سنة سعيدة على الكل، وكل سنة وكلهم طيبين، وإن شاء الله تكون سنة كمان مليانة سلام على غزة وفلسطين. طبيعي زي أي كنيسة بتبقى في مظاهر الاحتفال، القداس، التناول، فرحة العيد، كل الناس متجمعة، كلنا كأهل، والكنيسة دي هي أهم حاجة في العيد. يعني العيد ما بينفعش نحس بيه من غير ما يبقى فيه الصلاة، ده أساسي جداً، وده الأسرة بتاعتنا، البيت، العيلة الكبير، هو ده أهم حاجة. السنة الجديدة دي سنة بتكون بنسلمها لربنا، يعني بنسلم السنة كلها مش بس يومنا، فكده كده بنقضيه في الكنيسة وبنخلص وبنروح بعد كده بيتنا نتجمع كعيلة ونبدأ ان احنا نصلي سوا عشان نبدأ سنة جديدة بحضور ربنا في حياتنا على الأقل.